بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في البحث الماضي الذي كان حول الآية المباركة إن تنصروا الله ينصركم، ذكرنا بعض الأمور التي هي نصرة الله أو نصرة لله سبحانه وتعالى كي تكون مقدمة لأن ينصر الله سبحانه وتعالى الإنسان. ذكرنا من تلك الأمور التخطيط وتكامل الأبعاد والنظر في الأسباب التي تؤدي إلى المسببات. وفي هذه الليلة نتكلم تكملة للبحث الماضي حول أمر من الأمور الذي هو يكون عمل الإنسان به من نصرته لله سبحانه وتعالى، التي يستتبع ذلك نصرة الله سبحانه وتعالى للإنسان. وذلك الأمر هو الاستماع للقول والاتباع لأحسن القول. قبل الدخول في هذا البحث ينبغي تقديم مقدمة. المقدمة هي أن الإنسان، كل إنسان سوى المعصومين عليهم السلام، ناقص من مختلف الجهات. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان ناقص من جهة العلم، ناقص من جهة العمل، ناقص من جهة الفكر، وناقص من مختلف الجهات. ولكن يمكن للإنسان أن يرفع قسما من النقص الذي هو مبتلى به عن طرقه التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان. يعني مثلا الإنسان يولد وهو جاهل، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل طرقا، إذا الإنسان سلك تلك الطرق فإنه يحصل شيئا من العلم. وقل رب زدني علما، طرق العلم واضحة. الإنسان إذا سار في تلك الطرق، سهر الليالي، درس، أعطى كله، كل طاقات للعلم، في تلك الحالة يحصل بعض العلم. إذا الإنسان يريد في عمل من الأعمال ينجح، يجب أن يمارس ذلك العمل، يمارس ويمارس إلى أن يصبح ماهرا في ذلك العمل. فكل نقص الإنسان مبتلى بذلك النقص يمكنه أن يرفع كل النقص أو شيئا من النقص عن طرقه المعهودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. قد يكتشف الإنسان تلك الطرق وقد لا يكتشفها، ولكن بالتدريج أو بمرور الزمان يكتشف طرق رفع تلك النقائص. فالحاصل الإنسان، كل إنسان أو الإنسان، كل إنسان سوى المعصومين ناقص من مختلف الجهات. هذا موضوع. موضوع آخر، الإنسان عادة له حالة من الغرور وحالة من حبه للذات. يعني الإنسان لا يعترف بالنقص الذي موجود فيه عادة، هكذا، لأن الإنسان كما يقولون علماء النفس، الإنسان يحب ذاته، وكل الغرائز وكل الأمور الموجودة في الإنسان تنبع عن حبه للذات. الإنسان يقولون يحب نفسه أكثر من كل شيء. يعني إذا والدة مثلا رأيتموها
ولها طفل. كم هذه الوالدة تحب طفلها؟ كثير، لا يقدر بشيء، ولكن حبها لذاتها أكثر من حبها لطفلها. علماء النفس جربوا تجربة، لأن الإنسان والحيوان في كثير من الأمور متشابهين، بل الإنسان هو صنف من أصناف الحيوان. جربوا تجربة، جاءوا بقردة معها طفلها، وضعوها على حديدة في قفص، وجعلوا مقودا يعني النار، أشعلوها تحت هذه الحديدة نار خفيفة. بالتدريج الحديدة حمت، فهذه الأم أول شيء رفعت الطفل كي لا يحترق، وهي تضع رجلا وترفع رجلا أخرى، إلى أن الحرارة ازدادت إلى أن وصلت إلى مقدار لا يطاق. بدأت رجلها تحترق، فماذا صنعت هذه القردة؟ وضعت الطفل على الحديدة ووقفت على الطفل. من هذه التجربة اكتشفوا أنه صحيح أن هذه الأم تحب الطفل، ولكن حبها لنفسها أكثر من حبها لطفلها. وهذا في الإنسان أيضا موجود، الإنسان حبه لنفسه أكثر من حبه لكل شيء. لهذا نرى الغالب الناس عندما يعبدون الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ هذه العبادة أيضا ناشئة من حبه لنفسه، يعني يخاف من العقاب في يوم القيامة، فلهذا يعبد الله سبحانه وتعالى كي يتجنب من هذا العقاب. يعني حتى العبادة ناشئة من حب الإنسان لنفسه. لهذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبدتك، يخاطب الله سبحانه وتعالى، يقول: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. حتى الإنسان يقولون الطمع في الجنة لا يحركه بالمقدار الذي يحركه الخوف من النار. الآن كثير من المستحبات موجودة، صلاة الليل مستحبة، أما 99% من الناس ما يصلون صلاة الليل. لماذا؟ لأنه ما عنده خوف، يعني إذا ما صلى صلاة الليل لا يعاقب في يوم القيامة. أما الصوم واجب، إذا لم يصم يبتلى بالعقاب، فترى كثير من الناس أو أكثر الناس يصومون خوفا من ذلك العقاب. الحاصل أن الإنسان يحب ذاته كثير المحبة وأكثر من حبه لكل شيء. من حبه لذاته يحب الأشياء المربوطة به. يعني مثلا الإنسان لماذا يحب طفله؟ لأن هذا الطفل مربوط به، لا يحب طفل الآخرين. لماذا؟ لأنه غير مربوط بذاته. الإنسان هذا شاهدنا فيما نحن فيه، الإنسان يحب الأفكار التي تلك الأفكار نتجت عن دماغه، يعني الأفكار اللي تصل إلى رأس الإنسان، الإنسان يحب هذه الأفكار ولو كانت تلك الأفكار أفكار خاطئة. يعني كثير من الأحيان يصير الإنسان يعلم، يعني يصل إلى فكره شيء، بعد ذلك يعلم بأن هذا الفكر أو هذه الفكرة خاطئة وهذا الفكر غلط، ولكن لأن هذا الفكر كان نتيجة فكرة هو نفسه، فلهذا يحب هذا النتاج الذي كان حاصل من نفسه. ولأن الإنسان عادة مصاب بالغرور، فلا يستعد أن يتنازل من فكرته حتى إذا هذا الإنسان اطمأن ببطلان تلك الفكرة. كمثال على ذلك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث، اليهود قد قرأوا في كتبهم في التوراة، قرأوا أن نبيا يبعث من المدينة، لأنه كان موجود الرسول قبل تحريف التوراة، اسم الرسول، خصوصيات الرسول كانت موجودة، وحتى في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أيضا أكو أمور، توجد أمور اللي هذه تشير إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
فكانوا قد قرأوا في كتبهم أن الرسول رسول آخر الزمان وخاتم الأنبياء سيظهر من جزيرة العرب من المدينة، فطمعا في أن يكون الرسول منهم هاجروا إلى المدينة. لهذا لا تتعجبون أنه لماذا كان في المدينة يهود كثير، لأنه كانوا يعلمون بأن الرسول سيكون من هذه البقعة، فلهذا هاجروا إلى تلك البقعة لكي يكون الرسول منهم. زين، أقلية اليهود وأساليبهم واضحة، فلهذا العرب الجاهليين أهالي المدينة كانوا يضطهدون هؤلاء اليهود، يؤذونهم، يصادرون أموالهم، فكانوا يؤذون هؤلاء اليهود. ماذا كانوا يقولون هؤلاء اليهود؟ كانوا يقولون للعرب للمشركين انتظروا سيظهر رسول وينقذنا منكم. فهذا الشيء كان في ذهن ذول العرب الأوس والخزرج بأنه رسول سيظهر وينقذ اليهود من يد المشركين. إلى أن ظهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ما كان يعلمون بظهور الرسول لأنه كان محارب الرسول في مكة عندما ظهر في مكة، وتعتيم كان على الرسول، وحتى عندما كان الناس يذهبون إلى مكة أشراف مكة وكبارهم كانوا يتصلون بالناس يقولون رجل مجنون موجود لا تسمعون إلى كلامه، فكانوا يبعدون الناس عن الرسول. فجاء وفد أو جماعة من مشركي المدينة يثرب قبل أن تسمى مدينة الرسول، جاءوا إلى مكة للحج، لأنه الحج كان في زمان الجاهلية أيضا، لأنه إبراهيم هو الذي سن الحج بأمر من الله سبحانه وتعالى، بل قبل إبراهيم، فكان في الجاهلية هذه من الأمور من سنن إبراهيم عليه السلام كان موجود. فجاءوا للحج فسمعوا بأنه فد واحد يدعي أنه هو النبي، فقالوا فيما بينهم خل نسمع إلى كلام هذا النبي، وبعد ذلك تشاوروا قالوا هذا هو الشخص الذي كان يقول عنه اليهود، فإحنا قبل اليهود خل نؤمن به، شطارة يعني حتى هذا الرسول يكون معنا لا يكون مع اليهود. فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رأوا المعجزات، ورجعوا إلى المدينة، وكان مقدمة لهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. زين، عندما الرسول هاجر إلى المدينة اليهود شافوا عجيب، هذا الشخص اللي كانوا ينتظرونه سنوات بل قرون تبين أنه مو من اليهود، واحد من العرب ظهر وهذا هو النبي. فشنو؟ فحس العناد وحس الغرور أنه هذا لأنه ليس منا فنحاربه، فبدأوا بأن يحاربوا الرسول، وما أسلم منهم إلا قليل، والقضايا معروفة في حرب خيبر وبعد غزوة بدر غزوة بني قريظة وأمثالها، هذه أمور معروفة لا حاجة إلى تكرارها وإلى ذكرها. الله سبحانه وتعالى أنزل آية في مذمة هؤلاء اليهود، ماذا قال؟ يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق أو مصدق لما معهم، يعني القرآن يصدق التوراة الحقيقية ويصدق الإنجيل الحقيقي، مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني قبل أن يأتي هذا الرسول كانوا دائما في النقاش مع المشركين يقولون انتظروا رسول يجي وإحنا نؤمن به وبعد ذلك نأخذ حقوقنا بسببه منكم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني على المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يعرفون أنه هذا الرسول حق ولكن لأنه ليس منهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذه تتمت الآية. فهؤلاء اليهود لماذا كفروا بالرسول؟ لأنهم مع أنهم كانوا يعلمون أنه حق 100%، لماذا كفروا به؟ لأنه رأوه هذا الرسول ليس من طائفتهم، ليس من عشيرتهم، ليس من قومهم، ورأوا أن المشركين الكفار العرب أسلموا به، فلأجل أن لا يصاب كبرياؤهم بشيء ما أسلموا بالرسول،
ودخلوا النار بسبب هذا الكفر. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة التي تلوناها في أول البحث يقول من صفات المؤمنين أن يجتنبوا عبادة الطاغوت قبل هذه الآية. بعد ذلك يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني من أسباب النجاح والفلاح هو أن الإنسان لا يكون منغلق. إذا شيء كان فكرته يقول هذه فكرتي وخلاص، ولا يقبل أن يستمع إلى أي كلام، ولا يقبل أن يتبع أي كلام حسن. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول. تعلمون أنه فرق بين السماع والاستماع. السماع والاستماع بينهما فرق. ما هو الفرق؟ السماع يعني إذا صوت دخل في أذن الإنسان بدون التفات هذا يسمى سماع. أما الاستماع شنو هو؟ أن الإنسان يدقق في هذا الكلام، يلتفت إلى هذا الكلام. بعض الفقهاء يقولون إذا الإنسان مثلا ركب في سيارة أو في مكان كان اضطر إلى أن، يعني هناك كان الغناء موجود وتعلمون أن الغناء محرم، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ مرة يستمع إلى هذا الغناء، يعني ينظر ويلتفت إلى هذا الكلام أنه شنو هو هذا الكلام وشنو هي هاي الكلمات، هذا غير جائز ومحرم. مرة سماع، يعني هذا الكلام يدخل في أذنه بدون أن يلتفت إلى ذلك الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول. يستمع يعني عندما ألقي إليه قول يلتفت إلى هذا القول، وبعد ذلك في دماغه ينظر أن هذا القول هل هو صحيح أو ليس بصحيح، أو إذا هذا القول صحيح هل هناك قول أصح من هذا القول أو لا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا من أسباب وسر من النجاح. أنتوا إذا لاحظتم من الأسباب المهمة في النهضة العلمية التي حدثت في الغرب، يعني الاختراعات والاكتشافات وأمثال ذلك، من الأسباب المهمة في هذه النهضة العلمية استماع القول والتأمل فيه واتباع الأحسن. يعني فرضوا قبل ذلك كان أحد حكماء اليونان قد قال بأن مركز العالم هو الأرض، والقمر في الفلك الأول يدور حول الأرض، والشمس في الفلك الرابع تدور حول الأرض، ما أدري الفلك التاسع في الثوابت يعني النجوم هذه تدور حول الأرض، ومجموعة قوانين جعلها اسمها بطليموس أو بطليموس. زين بعد ذلك أي واحد بعد هذا الشخص جاء، زين هذا كان عالم كبير فلكي فاتبع الكلام بدون التدقيق في صحة هذا الكلام، اتبعوه لهذا أكثر من 2000 سنة هذا الرأي كان سائد في العالم، إلى أن جاء واحد من المفكرين رأى هذا القول تأمل فيه هل هذا الكلام صحيح أو مو صحيح، أجرى تجارب التفت أن هذا الكلام غير صحيح، توصل إلى نتيجة أن الأرض هي تدور حول الشمس وليست هي مركز العالم ولا الشمس هو مركز العالم. فالتأمل في الكلام الذي يلقى إلى الإنسان أو التأمل في الظواهر التي الإنسان يرى تلك الظواهر، يعني شيء مضحك جدا قرأت في أحد الكتب اللي كاتب أحد العلماء يعني بالنسبة إلى القوس والقزح، تعلمون أنه بعد المطر بعض الأحيان الإنسان يرى قوس وقزح، يعني فد شيء كالقوس في السماء يرى بألوان مختلفة. زين فهذا جاي محلل هذه الظاهرة أن شنو هو هذا القوس والقزح، فذاكر احتمالات، ذاكر احتمال أنه حينما تهطل الأمطار تأتي موجودات من عوالم أخرى في العالم وتتشكل بهذا الشكل تصير قوس وقزح، وأكو احتمال آخر أنه قسم من الجان يفعلون هذا الفعل. زين وآخرين يجوا واتبعوا في هذا الكلام أنه شنو هو القوس والقزح، أنه موجودات من العالم الآخر يأتي أو قسم من الجان يأتون وهذا القوس والقزح يصير. ولكن بعد ذلك عندما
الأساليب العلمية جاءت بالتأمل. يعني هذه الظاهرة رأيناها، تأملنا في هذه الظاهرة، اكتشفوا أن الشمس فيها 7 ألوان والماء يجزئ هذه الألوان، فعندما يصير مطر هذه الألوان تتجزأ، إذا تجزأت فالواحد يشوف كم لون في السماء، هذا هو القوس والقزح مثلا. فالإنسان يجب أن يستمع القول، يعني هذا من صفات المؤمنين، يستمع القول أي قول كان، بعد ذلك يعرض هذا القول على عقله، يرى هل هذا القول صحيح أو ليس هذا القول صحيح. بعد ذلك، بعد أن عرض القول على عقله وتأمل فيه وراجع، بعد ذلك اتبع الأحسن. هذا الأمر إذا الإنسان فعله، هذا يكون مقدمة من مقدمات أو سبب من أسباب النجاح، وهذا سبب طبيعي للفوز، وهذا أيضا من الأمور التي ينصر الله سبحانه وتعالى، ينصر الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، إن تنصر الله ينصركم، اللي شرحنا في الموضوع الماضي. يعني الإنسان بدون أن يذهب ويتأمل في الأسباب والمسببات، مو معقول الله سبحانه وتعالى ينصره. إذا تأمل في هذه الأمور وتأمل في الأقوال، يعني مثلا إحنا عندنا مجموعة من العقائد، إذا عرضت أفكار أو عقائد تخالف عقيدتنا، عادة الإنسان فورا ينفي ذلك الأمر أو تلك الفكرة، في حين أنه الله سبحانه وتعالى يقول لا، استمع، إذا فكرة موجودة استمع إليها، بعد ذلك اعرض تلك الفكرة على عقلك، قد ترى أن تلك الفكرة صحيحة فاتبع تلك الفكرة. إذا فعلت هكذا تصير النتيجة شنو؟ أنه أنت في مختلف المجالات تتقدم، وهذا التطور العلمي اللي ذكرنا صار في الغرب هذا من جراء هذا الشيء. يعني يشوف أنه واحد من العلماء أو كبير من أكابر العلماء والمحققين أبدأ نظرية لا تقبل فورا، يتأملون فيها حتى لو إذا اكتشفوا الصحة أيضا يتأملون ويتأملون، قد يكتشفون فيها خطأ، إذا ما اكتشفوا الخطأ فيها يتبعونها، اللي كان نتيجة شنو؟ نتيجة هذه الاختراعات اللي صارت. بس مع الأسف في الغرب أخذوا جانبا واحدا هو الجانب العلمي وتركوا الجوانب الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول يستمعون القول، القول تعلمون هذا مفرد محلى بالألف واللام، وإذا ما قارين إن شاء الله في المستقبل تقرؤون أن المفرد المحلى بأل يفيد الجنس، نقول الرجل يعني جنس الرجل، يستمعون القول يعني جنس القول، أي قول كان الإنسان يستمع إليه، بعد ذلك يقارن هذا القول مع سائر الأقوال حتى يرى أن هذا القول هل هو صحيح أو ليس بصحيح. وإذا رأينا أن هذا القول صحيح، قد يكون قول أو فكرة أصح من هذا القول، لأنه الصحة غير الكمال، قد يكون شيء صحيح لكنه غير كامل. يعني فرض صلاة الإنسان إذا صلاها بركوع وسجود وشروط الصلاة اتبعها، قد تكون هذه الصلاة صحيحة زين، ولكن إذا كان الخضوع أكثر والخشوع أكثر هذه الصلاة ماذا تكون؟ أصح تكون، أتم تكون. ذكرنا سابقا أنه بعض الأحيان يكون شيء صحيح أما عبادة صحيحة أما غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان قد يصوم وقد يصلي، هذا الصوم والصلاة صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يعاقبه على ترك هذه الصلاة ولا يعاقبه على ترك هذا الصوم باعتبار أنه أدى الواجب، لكن الله لا يقبلها يعني يفرضها كالعدم، فالصحة غير القبول. فالقول قد يكون هذا القول صحيح، قد يكون القول حسن، ولكن قد يكون قول أحسن منه، قول أصح منه، لازم الإنسان دائما يحاول أن يتبع أحسن الأمور، وهذا هو في فطرة الإنسان موجود أنه يستمع القول ويتبع الأحسن، لكن الغرور الذي موجود في الإنسان عادة يمنعه من هذا الأمر.
فإحنا إذا أردنا أن نتقدم في أي مجال من المجالات، يعني فد واحد صار خطيب مثلا أو صار عالم أو صار في أي مجال من المجالات الحوزوية دخل، إذا يريد أن يتقدم لازم يستمع إلى الأقوال فيتبع أحسنها. يعني الخطيب عندما يصعد المنبر زين، في كلامه قد يكون نقص، في أسلوبه قد يكون نقص زين، فهذا الشخص عندما ينزل من المنبر كثير من الأحيان نشوف زملائه أو أصدقائه أو حتى أناس آخرين يبينون له موارد الخطأ في كلامه أو موارد اللي يمكن أن يحسنها، فإذا هذا ما استمع إلى هذا الكلام بل جابههم زين، هذا الشخص شنو يكون؟ هذه الأخطاء تبقى فيه. أما إذا استمع إلى هذا الكلام وتأمل شاف لا هذا الخطأ صحيح، يحاول أن يرفع هذا الخطأ، إذا رفع هذا الخطأ هو يتقدم، يعني هو يستفيد. بعض الحكام الجائرين عندما تقول له يصنع محرم تقول له اتق الله في هذا الأمر، ماذا؟ بدل أن يتق الله سبحانه وتعالى أخذته العزة بالإثم، يعني هذا الإثم هو لأنه هذا الإثم ارتكبه يعتز بهذا الإثم ويصر على هذا الإثم. يوجد بعض الناس يرتكب خطأ، عندما تبين لأن هذا الشيء خطأ يصر على هذا الشيء في حين أنه مو صحيح، إذا التفت أنه هذا خطأ يجب أن يتنازل للحق، ومن صفات المؤمنين أن يتنازلوا للحق. فإحنا باعتبار موقع اجتماعي مميز عندنا الآن أو في المستقبل، وعادة رجل الدين في المجتمع له ميزة خاصة، فيصعب عليه أن إذا واحد انتقد في شيء يقبل هذا الانتقاد حتى لو إذا كان ذلك الانتقاد صحيح. فلازم إحنا من الآن نحاول أن نوجد في أنفسنا هذه الحالة، أنه إذا انتقدنا أولا لا ننزعج، لأنه الإمام الصادق عليه السلام يقول خير الناس أو أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، والإمام الصادق لم يكن له عيب لأنه معصوم، بس هذا من باب التعليم. فإحنا إذا نراجع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نراه الرسول ما كان يحتاج بس لتعليمنا، نراه كان يستمع للقول ويتبع الأحسن. الرسول عندما حج من الواجبات في الحج الحلق زين، المشهور بالفقهاء يقولون بالوجوب في الحج الأول يعني حجة الإسلام، ولو أن بعض الفقهاء يقولون الإنسان مخير بين الحلق حلق الرأس والتقصير. الرسول أمر أصحابه بالحلق في مكة، ما حد ما حلق، لأنه الحلق كان عند العرب الجاهلين جدا أمر قبيح زين، أمرهم يحلقون ما حلقوا، مرة ثانية أمرهم ما حلقوا، فالرسول تأثر قل إنما أنا بشر مثلكم، فتأثر ودخل الخيمة، في خيمته كانت معه زوجته أم سلمة، فرأت النبي متأثر، هو القائد هو النبي يأمرهم بشيء لا يعملون بأمره، الإنسان طبيعي يتأثر، فسألت النبي لماذا أنت متأثر؟ النبي قال لأن أمرتهم، لأني أمرتهم بحلق رؤوسهم فلم يحلقوا. فهي قالت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنت باعتبارك القدوة والأسوة، هم رئيس الجيش وهم النبي، رئيس الدين والدنيا، أجلس أمامهم وأمر أحدا يحلق رأسك، فالناس عندما يروا الرسول هو حلق رأسه يتبعوا بشكل طبيعي. فاستحسن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام، ولو أن هذا الكلام صادر من مرأة زين، استحسن هذا الكلام وجلس أمام الأصحاب وأمر الحلاق فحلق رأس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأصحاب رأوا أن الرسول هو حلق، الثاني أجي، الثالث أجي، الرابع أجي، فكلهم حلقوا رؤوسهم زين. فالرسول ولو أنه هو ما كان يحتاج إلى هذه المشورة من أم سلمة، ولكن لأجل تعليم المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، وكثير من الأمور التي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلها لا لحاجة منه إليها وإنما لأجل التعليم. لهذا نرى أن المشورة كانت واجبة على الرسول،
وشاورهم في الأمر، شاور. إذا ما قارين في الأصول ستقرؤون إن شاء الله، وإذا قارين فالحمد لله. الأمر، صيغة الأمر تدل على الوجوب، شاورهم في الأمر، يعني يجب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاور الأصحاب. زين، الرسول هل كان يحتاج؟ هو كان متصل بالسماء، ما كان يحتاج، وإنما لأجل أن يعلمنا أنه أنتوا استشيروا واتبعوا أحسن الآراء. في حرب أحد أو في غزوة أحد، عندما المشركون خرجوا من مكة إلى المدينة، الخبر وصل للرسول. بين مكة والمدينة كان تقريبا مسافة 15 يوم بالدابة أو مشيا. فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن المشركين خرجوا للحرب. فالرسول طرح فكرة، فكرة أنه إحنا موجودين في المدينة والمدينة لها سور، نتحصن في المدينة، يأتون المشركين أطراف المدينة يبقون لفترة لا يتمكنون من فتح المدينة، يرجعون خائبين. فأحد الأصحاب قال للرسول إن كان هذا أمر من عندك، يعني إن كان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى فإحنا نتبع، لأنه أي شيء الله سبحانه وتعالى يأمرنا نحن نطيعه، ولكن إذا كان هذا رأي من عندك إحنا عندنا رأي آخر، إذا تستشيرنا عندنا رأي آخر. فالرسول قال ماذا رأيكم؟ فقالوا هذا الشيء أنه نتحصن في المدينة، هذا الجبن من عندنا، ومو معلوم المشركين كم فترة يبقون أطراف المدينة، فإحنا نخرج لهم ونستقبلهم ونحاربهم. زين، الرسول شاف رأي أصحاب الرأي شنو هو، شاف أكثر الناس يعتقدون بهذا الرأي، أن نخرج خارج المدينة وخارج المدينة نحاربهم خير من أن نتحصن في المدينة، وفعل بهذه الفعلة. الرسول هو كان يعلم أن الخروج من المدينة أحسن، بس لماذا طرح هذه الفكرة؟ لماذا طرح حتى يصير مشاورة؟ فالذين يأتون من بعد الرسول يرون أن الرسول نفسه هو الذي تشاور. نذكر مثال بين قوسين، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سأله أن المسلم عندما يموت يغسل، لماذا يغسل؟ لأن الإنسان بمجرد الموت بعد أن يبرد جسمه يصير نجس، يتنجس. زين، فبالغسل يطهر البدن. هذا المسألة قاريها في المسائل، الإنسان إذا مات وبرد جسمه يصير نجس، الإنسان المسلم يعني، وإلا الإنسان الكافر هو من الأساس نجس، فإذا غسل يطهر. زين، فسألوا أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا الأمر، أن الرسول هل بموته نجس بدنه؟ الإمام قال لا، لأن الرسول كما أن الله سبحانه وتعالى رفع الرجس المعنوي عنه، رفع الرجس الظاهري عنه، فالرسول جسمه ما يتنجس. فسألوه لماذا غسلت الرسول بعد وفاته؟ قال لجريان السنة. حتى باكر واحد دا يقول الرسول ما غسله فإحنا مو واجب نغسل أمواتنا، لا، الرسول كان يجب تغسيله ولو أنه لا حادث إلى هذا التغسيل، ولكن لجريان السنة. الرسول عندما يجي يستشير لا لحاجة منه للمشورة، ولكن لجريان هذا الأمر. نحن نرى سيرة الرسول أو سيرة الأئمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنتبع الرسول في هذا الأمر. نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين وسائر الأئمة كانوا يستمعون إلى آراء أصحابهم، وكثير من الأحيان كانوا يعملون بتلك الآراء إذا لم يكن وحي نازل من السماء. يعني مرة وحي جاي من السماء، حتى لو الأكثر خالفوا خلاص الوحي نزل، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، كما حدث في صلح الحديبية اللي أكثر المسلمين يمكن جميعهم كانوا يخالفون هذا الصلح، ولكن أمر من الله سبحانه وتعالى نزل بإجراء هذا الصلح. أما في الموارد التي لم يكن أمر من الله سبحانه وتعالى، الرسول عندما كان يبين رأيه المسلمين كان لهم حق في إبداء الرأي، وكثير من الأحيان الرسول كان يدع رأيه، يعني الرأي الظاهري ماله، ويعمل برأي المسلمين. في قضية أخرى، في حرب أو في غزوة من الغزوات، كان المسلمين
عندهم جبهة مع المشركين، أتصور في غزوة الأحزاب، وكانت قبيلة من المشركين هاي في ظهر المدينة من الجهة الأخرى. فالرسول أراد أن يحشد الجيش كاملا في مواجهة المشركين، فكان أكو خوف من تلك القبيلة أن المسلمين إذا توجهوا إلى المشركين تلك القبيلة تهجم على المسلمين من الخلف. فصار مداولة مع تلك القبيلة، فتلك القبيلة قالت نحن نصالحكم بشرط أن تدفعوا لنا من تمر المدينة كذا مقدار كل سنة، يعني تدفعوا لنا خراجا. فالرسول في الظاهر قبل، الأصحاب بعضهم قالوا أنه إذا هذا وحي فإحنا نتبع الوحي، ولكن إذا رأي منك فلنا رأي آخر أن هذا الأمر يسبب أن كل القبائل تتجرأ علينا، تصير جرأة علينا، أنه الرسول والمسلمين خافوا من هذه القبيلة أعطوهم كذا مقدار نسبة من التمر، فإحنا هم نتجرأ على المسلمين وعلى الرسول. فخالفوا هذا الأمر، فالرسول قبل كلامهم، كان عندهم خطة أخرى والرسول عمل بتلك الخطة فأمن شر تلك القبيلة، إلا أن تكون تلك المشورة لخلاف الحق فلا يستمع إليها، لأن الإنسان يجب أن يتبع الحق. إذا صار شيء واجب أو شيء حرام، حتى لو كل الناس إذا قالوا افعل هذا الحرام يجب أن لا يفعل، إذا قالوا دع هذا الواجب يجب أن لا يترك ذلك الواجب. فالحاصل الله سبحانه وتعالى يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشرهم، مو فقط بشارة بالآخرة يعني الآخرة يدخل الجنة، لا، البشارة مطلقة هم في الآخرة هم في الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى هداهم وأولئك هم أولو الألباب، يعني أصحاب العقول الذين يقدمون العقل على الشهوة وعلى الغرائز، فعلهم هكذا يعني يستمعون إلى الأقوال ويتبعون أحسنها. إحنا لازم هذه الصفة نوجدها في أنفسنا. الآن مع الأسف غالبا تشوف أنه الناس إلا القليل، شوف هذا الكلام لأنه صدر من عدونا أو صدر من شخص من خارج جماعتنا، فلو حتى لو إذا هذا الكلام صحيح يتركوه، وهذا الكلام لأنه صدر من جماعتنا وصدر من صديقنا حتى لو باطل نتبعه، هذا الشيء يسبب المآسي والمشاكل اللي عندنا. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع الأمور التي جعلها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها